تفاصيل هذه الحادثة التي بدأت أمام مركز شرطة حفوز في ولاية القيروان، حيث أضرم لاعب كرة القدم التونسي السابق نزار عيساوي النار في جسده، ووثق الحادثة بكاميرا هاتفه المحمول، ونشر فيديو بث فيه على حسابه في فيسبوك، حيث قال فيه إنه تعرض للظلم على يد العناصر الأمنية بعد أن تقدم بشكوى إثر خلاف بينه وبين أحد بائعي الموز في السوق. اللاعب الراحل أوضح أن الخلاف اندلع مع البائع الذي كان برأيه يخالف القوانين ببيع الموز بتسعيرة أعلى من التسعيرة القانونية، وهو ما دفعه للجوء إلى الشرطة، حيث اتهم بالإرهاب وتم توريطه في قضية لا دخل له فيها كما يقول في الفيديو. نتابع. يا ناس يا ناس، هذوما يظلموني، هذوما يتعدوا عليا. يا ناس اوصل لي المركز هذايا تظلمني، سايبني ما تحكيش معايا. يا بيت يا بيت، كيفاش عركة على البنان مع واحد يبيع في البنان ب 10,000، نجي للمنطقة لهنا ويدوروني ويبعثوني إرهاب 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 على البنان. مشاهدينا، العيساوي فارق الحياة متأثرا بحروقه، وذلك بعد 4 أيام قضاها في المستشفى، وأثارت وفاته حالة كبيرة من التوتر والغليان الشعبي، لا سيما أنها أتت في شهر رمضان وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها التونسيون، كما أنها ذكرتهم بحادثة البوعزيزي قبل 12 عاما حين كانت وفاته آنذاك في حادثة مماثلة، وكانت الشرارة التي فجرت الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. نتابع هذه الاحتجاجات التي انطلقت في تشييع جثمان اللاعب واستدعت استنفارا أمنيا كبيرا بعد اشتباكات ومناوشات مع رجال الشرطة. العيساوي كان بعمر 35 وهو أب لأربعة أطفال، وخلال مسيرته الرياضية مثل العديد من الأندية التونسية منها الاتحاد المنستيري وكوافي القفصة. كلماته الأخيرة قبل إضرام النار في جسده كانت على فيسبوك، وقال فيها: أنا القاضي نزار عيساوي، أحكم على المتهم نزار عيساوي بالموت حرقا، وذلك لأنه رجل. وربما هذه الكلمات ووقعها المؤثر كان سببا إضافيا لتثير وفاته الشارع التونسي وتلقى تعاطفا واسعا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.